أسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم في مدرستكم مدارس هبة الله. وصلنا إلى قاعدة الفعل الصحيح والفعل المعتل. ما هو الصحيح وما هو المعتل؟ للتذكير بداية، حروف العلة هي الألف والواو والياء. يا ترى هذا الشيء بماذا ينفعنا في درس الصحيح والمعتل؟ رح نتعرف على ذلك سويا. تأمل معي الأمثلة التالية: جمع، سمع، شكر. لاحظ الأفعال التي أمامنا، كل الأفعال التالية لا يوجد أي حرف علة فيها. جمع لا يوجد أي حرف علة، لا ألف ولا واو ولا ياء. سمع، شكر، ما وجدنا ألف ولا واو ولا ياء. هذه الأفعال اللي ما بنجد فيها أي حرف علة تسمى أفعال صحيحة. تمام. ننظر: سعى، زار، وصل. لاحظوا إنه وجدنا حروف علة: ألف، ألف، واو. الأفعال التي نجد فيها حرف علة تسمى أفعال معتلة. إذن القاعدة ببساطة هي وجود حرف علة أو عدم وجوده. إذن لو وصلنا إلى المناقشة: جمع حرف صحيح، والميم حرف صحيح، والإع حرف صحيح، إذن الفعل جمع هو فعل صحيح. إذن ماذا نستنتج؟ أن الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت حروفه من حروف العلة، ما في حرف لا ألف ولا واو ولا حتى حرف الياء. أما الفعل سعى، انظر للفعل سعى، وجدنا حرف علة في نهاية الفعل. إذا وجدنا حرف علة في الفعل، سواء كان في الحرف الأخير أو الوسط أو الأول، هذا يسمى فعلا معتلا. إذا نستنتج أن الفعل المعتل هو الفعل الذي يكون أحد حروفه الأصلية هو حرف علة. لكن في ملاحظة مهمة جدا، حتى نستطيع إنه نحكم على الفعل هل هو معتل أو صحيح، يجب أن نعيده إلى الماضي، ما بنحكم عليه وهو بالمضارع أو بالأمر. مثلا الفعل قف، قف هذا فعل أمر، ما بحكم عليه وهو فعل أمر، أعيده إلى الماضي، والماضي هو وقف، وجدنا حرف علة في البداية وهو حرف الواو، ثم حكمنا عليه بأنه معتل، يجب أن نعيده إلى الماضي. هذه معلومة هامة جدا جدا. إذا باختصار، الصحيح لا يوجد أي حرف علة في حروفه الأصلية، أما المعتل يوجد حرف علة في أحد حروفه الأصلية. انتهى درسنا لهذا اليوم، ما زال الحديث بقية في الحصة القادمة. يعطيكم العافية.